ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ المغاربة بارتفاع كبير لأسعار المحروقات بمختلف أنواعها مباشرة بعد دخول العام الجديد، وانتقل سعر الديزل المازوط من 9.20 درهم إلى 10.05 دراهم مباشرة بعد دخول العام الجديد، بينما حلق سعر البنزين ليسانس ليقارب 11.5 درهما للتر الواحد. وكانت حكومة العثماني قد سمحت بتحرير الأسعار دون توقيفها لشركات المحروقات، وهو ما جعل الشركات تضع الأسعار التي تريد، مما يثقل كاهل المواطن. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.